السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة طالبات الشهادة الثانوية. إن شاء الله نبدأ النهاردة معادلات في الكيمياء الأضوئية، نعملها بطريقة سهلة برضو حسب طلباتكم بإذن الله. السؤال الأول أسئلة من الامتحانات مباشرة من البوكلت، يعني السؤال ده جاء في الدور الثاني 2018 السنة اللي فاتت أغسطس. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف تحصل على بنزوات الصوديوم من التولوين. يبقى بدايتنا التولوين، ازاي نحصل على بنزوات الصوديوم؟ نشوف المعادلة دي كده، نعملها معادلة عادية خالص وبعد كده اوضح لكم جت ازاي. التولوين عندي حلقة بنزين CH3، حلقة البنزين طبعا بنعمل يا اما دايرة يا اما ايه ثلاث روابط ايه داخلها. التولوين بناخد منه 2 + 3 O2 خامس اكسيد الفانديوم في 2O5 بيديني 2 حمض بنزويك، ودي انا عاوز اوضحها برضو جات اول ازاي، زائد 2 حمض بنزويك خلاص، زائد 2 مية 2H2O. عايزين نوضح دي جت ازاي بطريقة سهلة. ممكن طالب او طالبة يقولوا انا احفظها بسرعة ومفيش مشكلة وبلاش دوشة، لا، في بعض الناس عايزة تفهم كيمياء عضوية. خلاص نفهم كيمياء عضوية ازاي. بنقول طولوين هناخد منه 2 حاجة بطريقة سهلة شوية، سي اتش وهنا اتش وهنا اتش، ده اللي حاصل تلوين. طيب تلوين كمان سي 3 اتش، مفرقهم بس شوية اهو. طيب احنا قلنا 3 اتش 3 او 2، يعني 3 ذرات هنا، شوف انا مرتبهم ازاي، و3 ذرات اكسجين هنا، يبقى 2 × 3 بكام؟ ب6. ما احنا عايزين نفهم برضو الناتج جه ازاي وازاي جه حمض البنزويك هنا، لان بقية المعادلة سهلة، يعني ازاي نحصل على بنزوات الصوديوم دي سهله. انا يهمني دي نفهمها بس جت ازاي. طبعا الشرط زي ما هو بالراحه خالص كده وبهدوء، الاتنين اتش دول هياخدوا ذره اكسجين عشان يدي ميه، ادي اول حاجه. الاتنين اتش دول هياخدوا ذره الاكسجين اللي تحت عشان يطلعوا ميه، يبقى الناتج الاولاني 2 جزيء ميه، زائد شوفوا الباقي ايه، الاو والاو هتدخل هنا اهو بقى حمض البنزويك، الاوه والاوه ديت هتدخل هنا ما بين الكربون والايه والهيدروجين، يبقى فعلا اداني 2 حمض بنزويك 2 حمض بنزويك. يبقى ديت اول حاجة النهاردة او اول حاجة نعملها بطريقة سهلة واللي عاوز يفهم كيمياء عضوية، يبقى دي اول حاجة عندنا. طيب بعد كده بنقول عايزين بنزوات صوديوم. بنزوات صوديوم بنعملها مباشر بقى كده، نكمل المعادلة. بنزوات صوديوم الناتج اللي طالع حمض البنزويك COOH زائد هيدروكسيد صوديوم NaOH. خلاص يبقى الوقت هنا الناتج اللي طالع حمض البنزويك، بنضيف له هيدروكسيد صوديوم، نزع جزيء ميه هنا اتش وهنا ايه او اتش، هنا اتش وهنا او اتش، يبقى الناتج اللي طلع لي هنا ميه. ينفع نحطها الاول؟ محدش، لا عندنا حاجه، المهم الناتج يطلع صح. والصوديوم بيحل محل الهيدروجين، يبقى زائد حلقه البنزين سي او او ان ايه، هي دي بنزوات الصوديوم، بنزوات الصوديوم. يبقى الوقت هنا السؤال الاولاني كيف نحصل على بنزوات الصوديوم من الطولوين، ده السؤال الاول. طيب السؤال الثاني عايزين نحصل على البنزاميد او البنزاميد من البنزويك، يبقى بدايتنا حمض الايه البنزويك. بدايتنا حمض البنزويك، نبدأ بدايتنا كده حمض البنزويك سي
O H زائد، بداية حل المعادلة أفكر إزاي البنزاميد أو البنزاميد أجيبه إزاي من حمض البنزويك. حمض البنزويك بضيفه أو بضيف له كحول إيثيلي C2 عشان أجيب الإستر. خلاص C2 H5 OH، يبقى ده كحول إيثيلي دراي HCl دراي HCl. خلاص بيديني الإستر. دايما بقى الحمض بناخد ال H ومن الكحول بناخد ال OH. ركزوا كده، يبقى طلع مي H2O. طب ما تبقى ايه؟ بدخل على طول اداء الحالة البنزين COO C2H5. دي اسمها ايه بقى؟ استر بنزوات، استر بنزوات الايثايل. تاني استر، عشان اللي قدامي استر، عرفت اللي هو استر منين؟ سي او او، دي مجموعة الوظيفية بتاعت الاستر. يبقى استر بنزوات الايه؟ الايثايل. استر بنزوات الايثايل بضيف لها ان اتش 3 اللي هي الامونيا، يبقى الاستر اللي طالع، الاستر اللي طالع سي او او سي 2 اتش 5، بضيف له ان اتش 3. طبعا الناتج بيطلع لي كالاتي، باخد ذره هيدروجين من اهو، باخد واحده هيدروجين من اهو مع سي 2 اتش 5 او عشان ارجع الكحول تاني. يعني الكحول هيطلع لي تاني سي 2 اتش 5 او اتش زائد البنزاميد. ناخد بالنا بقى كده كان اصله استر سي او ان اتش 2، هو ده البنزاميد او البنزاميد حسب النطق والايه واللجنه. يبقى ديت المعادله الايه التانية. خلاص السؤال اللي بعديه، وضح بالمعادله الكيميائيه كيف تحصل على حمض البكريك من الكلورو بنزين. حمض بكريك من كلورو بنزين، المعادله ديت طبعا مهمه جدا جدا ومطلوبه. ازاي نحصل على حمض البكريك من الكلورو بنزين. انا عندي الكلورو بنزين، كلورو بنزين حلقة بنزين وفيها كلور زائد صودا كاوية. صودا كاوية عشان ايه الكلام ده؟ عشان احصل على الفينول. 300 درجة مئوية، نحفظ الرقم ده كده، و 300 ضغط جوي اتوم اتموسفير. الصوديوم مع كلور كناتج NaCl، وطلع لي حصلنا على مين؟ على الفينول. يبقى دي اول حاجة، حصلنا على الفينول. يبقى الفينول OH، لان عن طريق الفينول بنضيف له حمض نيتريك مع حمض كبريتيك مركز. يبقى الفينول الناتج اللي طالع، الفينول الناتج اللي طالع OH زائد 3 HNO3. طبعا هنا كونك كونك H2SO4 H2SO4. حمض النيتريك الثلاثة دول بنعملهم بطريقة برضو سهلة، يعني OH NO2 ادي واحدة، OH NO2 ادي التانية، OH NO2 ادي التالتة. دول ثلاثة حمض نيتريك بنفككهم مع بعض. طبعا هنا ذرة هيدروجين بس ما بتتكتبش، ذرة هيدروجين ما بتتكتبش. خلاص وفي ذرة هيدروجين هنا وما بتتكتبش. معنى الكلام ده ايه؟ ان HOH HOH HOH، يبقى الناتج عندي حمض البكريك حلقة البنزين في OH، ده الفينول. اتفقنا هنا ال H طلعت، يعني طلع لي تلات جزيئات مية، تلات جزيئات مية. خلاص وهنا NO2 NO2 NO2. يبقى دلوقتي طلع عندي حمض البكريك الناتج اللي طالع، وهو ده المطلوب، حمض البكريك كناتج طالع. كيف نحصل على حمض البكريك من كلورو بنزين؟ يبقى تاني بسرعة، كلورو بنزين مع صودا كاوية 300 درجة مئوية و 300 ضغط هيديني NaCl زائد فينول. الفينول بنضيف له تلاتة حمض نيتريك مع وجود حمض النيتريك المركز عشان نزل المية. اتفقنا ان في تلات مواضع
هم الست مواضع، طب بس في موضع مشغول بالاو اتش، المواضع التانية كلها بيبقى فيها اتش بس طبعا ايه ما بتتكتبش. فبنبدأ ناخد الاتش مع الاو اتش، الاتش مع الاو اتش، الاتش مع الاو اتش، بيديني 3 جزيئات مية زائد حمض البكريك، ان هو حل محلها ان او 2 ان او 2 ان او 2. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نعرف زمايلنا عشان يوصل لنا كل جديد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت في الكيمياء العضوية والمعادلات وشرح الأجزاء والبوكلت بتاع الكيمياء إن شاء الله، لأنها حاجات مهمة وموجودة على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.